السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها. في عملية نوعية استحسنها المواطنون كثيرا في الجزائر العاصمة، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبوفاريكا بولاية البوليدة من توقيف شخصين اثنين، شاب وفتاة، بتهمة تكوين جمعية أشرار، جناية السرقة المقترنة بظرف تعدد والكسر واستحضار مركبة دراجة نارية، بالإضافة إلى حيازة الممنوعات بطريقة غير شرعية بغرض البيع. وللإشارة حيثية القضية تعود إلى تلقي الدرك الوطني شكوى مفادها سرقة دراجة نارية على مستوى طريق سيار شرق غرب بعد توقف مالكها لتقديم المساعدة لشاب كان برفقة فتاة بعد تعطل دراجة من نارية، واستغلالا لمقاطع الفيديو والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القضية. وبعد تكثيف تحريات من قبل مصالح الدرك الوطني تم تحديد هوية المشتبه فيهما والقبض عليهما مع استرجاع المركبة المسروقة. هذا وبعد تحقيق مع المتهمين تم إنجاز ملف في حقهما سيقدمان بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك للمحاكمة.